محسن البوسعيدي في الحلقة الماضية اتصل ليسأل عن تفسير قوله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل ابتداء أن يعلمنا ما لم نعلم، وأن يفهمنا ما لم نفهم، وأن يهدينا إلى الطريق الأقوم، إنه هو الرب وهو الحكم وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فإن الله عز وجل قد وعد عباده الصالحين بجنة النعيم، وهذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وبين الله عز وجل في هذه الآية من سورة محمد أنه عرف هذه الجنة للمؤمنين، وهذا التعريف يحتمل أن يكون تعريفا في الدنيا، لأن الله عز وجل قد بسط لنا صفاتها، وبين لنا أنواع نعيمها، وبين لنا غرفها وأنهارها وحورها ولحومها وغلمانها وولدانها وما فيها من خير. فهذا هو التعريف الذي تعنيه الآية الكريمة، ويحتمل أن يكون التعريف كما ذهب إلى ذلك طائفة من المفسرين تعريف في الآخرة، وحتى قال بعض المفسرين أن أهل الجنة وهم في طريقهم للجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، يعرفون منازلهم وبيوتهم في الجنة كما يعرف أحدنا بيته في الدنيا، فإن الله تعالى عرفها لهم. وهذا التعريف إما أن يكون بما يلقيه الرب جل وعلا في قلوبهم من معرفة، أو بما ينصب لها وعليها من علامات تدل السائرين عليها إليها أو بها. ويحتمل أن يكون التعريف هنا مأخوذ من العرف وهو الرائحة، فيكون المعنى عرفها لهم أي طيبها لهم. فلا شك أن الجنة فيها من الطيب ومن الروائح الزكية ما لا يستطيع الإنسان أن يحده ولا أن يتكلم عنه. وهذه كله أقوال قيل بها من أهل العلم، من قال عرفها لهم في الدنيا، ومن أهل العلم من قال عرفها لهم في الآخرة، ومنهم من قال عرفها بمعنى طيبها من العرف، يعني من العرف الذي هو الرائحة، مثل يقال هذا لا عرف له لا رائحة له. جميل. وهنالك قاعدة في التفسير ذهب إليها عدد من المحققين، وهي قاعدة صحيحة ينبغي أن تحمل معاني القرآن الكريم عليها ما أمكن. هذه القاعدة أنه متى ما أمكن أن تتسع الآية لمعاني كثيرة فلا ينبغي حصرها أو قصرها على معنى دون آخر. فالآية الكريمة تصلح أن تحمل على كل معنى من هذه المعاني بلا تكلف، ولم يأتي دليل حسب اطلاعي يحصر حملها على معنى دون آخر. يعني إذا نقول هنا بعموم المشترك بمعنى أن نشمل العرف ويشمل التعريف في نفس الوقت. نعم، فهو المقصود عرفها لهم في الدنيا وسيعرفهم بها في الآخرة، وأنها لها عرف. كل هذه المعاني يتسع لها النص القرآني. نعم. ومن باب الاضطراد، يعني سمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ نعم. فقال هذه تحتمل معاني شتى. بغير حساب أي عطاء
لا يتناسب مع أعمالهم، ليس هو من باب المحاسبة فأعطاهم بما يتناسب من أعمالهم، وإنما أعطاهم عطاء المكرم المتفضل. جميل. وبغير حساب، أي من غير أن يحاسب هو، فهو سبحانه وتعالى لا يحاسبه أحد، فهو يرزق من يشاء بغير حساب. وبغير حساب أي بلا عدد، لا يحسب كما يحسب أحدنا، فخزائنه مملوءة. نعم. فالآية الكريمة تحتمل معاني شتى، وما دامت كل المعاني قريبة ولا تكلف فيها، فالأولى أن تحمل الآية على أشمل المعاني الممكن أن تحمل عليها. نعم. فكذلك في آية محمد، والله تعالى أعلم. جميل. ذكرت بأنه ما أمكن حملها على جميع المعاني، لكن قد تكون المعاني المتعددة متضادة، في هذه الحالة لا يمكن حملها على جميع المعاني، كالقرء على سبيل المثال في الأحكام. نعم. ثلاثة قروء. هذا الكلام عندما يكون الحمل ممكنا. طبعا إذا وجدت أسباب نزول صحيحة تدل دلالة صريحة على معنى من المعاني، فتحمل الآية على ذلك المعنى. جميل. وكذلك إذا كان لا يمكن أن تحمل على أكثر من معنى، لما يؤدي ذلك من اضطراب في الأحكام مثلا. نعم. أما متى ما أمكن حملها على أكثر من معنى، فكما قلت، والمنطلق في هذا أن الله تعالى وما كان ربك نسيا، الله تعالى لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فكل المعاني متجلية له جل وعلا، بخلاف الإنسان الذي تعزب عنه المعاني. ولذلك فلا ينبغي حصر أو قصر أو تضييق دائرة النص القرآني إلا بدليل كما قلت يدل صراحة على أن المعنى الفلاني هو المراد في النص القرآني. بارك الله فيك.